الاتحاديه المحليه للباعه المتجولين. حنا دابا دخلنا في واحد الاجتماع مع السلطه المحليه على حساب السوق اللي البلاد السوق اللي اقترحوا علينا، لكن لقينا السلطه باقا كدور مازال في البلاصه ديالها، لقينا انها بغات تفرض علينا السوق وبغات دير لنا فيه كراس. حنا راه كنرفضوا فرض باب لهذا المشروع ديال السلطه المحليه اللي اقترحته السلطه المحليه، هو انه يديروا السوق ويديروا لنا كراس. حنا رافضينه وغنبقاو رافضينه. حنا راه انسحبنا من الاجتماع دابا، راه باقينا شي رفاق تما راه غينسحبوا دا هما، انسحبنا من الاجتماع احتجاجا على هذا المشروع اللي باقا شاده فيه السلطه المحليه والمجلس البلدي. حنا المطالب ديالنا هو شي باصه تكون اسواق القرب، شي باصه تكون في المدينه الداخل. حنا بغينا السوق، السوق راه بعيد علينا وما غنشدو فيه والو، ما كاين معنا في السوق. كنناشدو السيد العامل الاقليم باش يدخل معنا في حوار جاد، اما هذا راه ماشي حوار، هذا ماشي حوار مسؤول، هذا هذا كنبقاو ندورو على داك الشيء قالوا لنا في المرة الأولى، قالوا لنا في المرة الثانية عاوتاني كيهضروا على الكراس. حنا الكراس راه ما قابلينهمش، راه كيهينوا الكرامة ديالنا بهذا الكلام، كيهينوا الكرامة ديالنا أنه يديك السوق وحدك الروسة في السوق. أش بغيت دير في السوق باش تريح فيه هذا شهر ولا شهرين؟ التواصل بين السلطة المحلية والباع المتجولين وخلص هذا اللقاء إلى تشبث السلطة المحلية بالمقترح ديالها الرامي إلى تثبيت الباع المتجولين بالسوق الأسبوعي وطبيعة المشروع عباره عن عربات يعني تكون متواجده بالسوق الاسبوعي، لان المطالب والمقترحات ديال الباعه المتجولين ترمي الى يعني تثبيت الباعه المتجولين داخل المدينه، يعني كتكون قريبه من الساكنه. المهم هذاك اللقاء يعني ما خرج حتى شي نتيجه، وخلينا المقترح ديالنا اللي هو تثبيت الباعه المتجولين يعني بالمدينه قرب الساكنه، الا ان السلطه يعني تشبتت بالمقترح ديالها، ويعني وكان هذا هو الخلاصه تاع اللقاء اللي كان اليوم مع السلطه المحليه.